مظاهرات، وصلت عنا أعداد مظاهرات لحدود 15,000. بس بعدين صار في عنا كتير تشويه من قوى الأمن اللي المفروض على أساس يحفظ الأمن، فصارت حملة اعتقالات كتير كبيرة وأخذوا كتير شباب من سلمية. هذا الحكي كان شهر 8 أو برمضان، وتوقف الحراك عنا، توقف جزئياً بسلمية بسبب حملة الاعتقالات. كتير من بيجوا بيخوفونا أنه والله سلفيين أو هن اللي عم يطلعوا عنا بالقائمين بالثورة. لا، مو سلفيين هن القائمين بالثورة، ولو أخوان هن القائمين بالثورة، ولا أي حد من هاي الشغلات. لا، نحن كمجتمع مدني بدنا مجتمع مدني حقيقي يكون عنا بالثورة. شعب السوري مخور، يا ابو سيلا ويا شعبان، شعب السوري موجوعان. ينعى وللدنيا الفقيري جماعي، بيرقك والكون كله زعزعي. جهزي حالي اطلع مظاهره يوم نهار جمعه 13/7/2012. طبعا صار عندي دافع اقوى لاني اطلع بهي المظاهره بعد المجزره اللي عملها بشار للاسف في بحما بتلينتي. طبعا كثير اللي راح ضحيته 250 شخص، صار عندي دافع اكبر لاني اطلع، يعني حتى سقط هذا النظام المجرم الساقط الحقير، يعني بمعنى بكل معنى الكلمه هذا النظام. اي وماني خايفه ابدا. سلمي 13/7/2012. وعجني يما عند ربهم ودوهم. ثورتي كانت مو بس على النظام، ثورتي على النظام وعلى المجتمع وعلى العادات وعلى التقاليد اللي موجودة متأصلة جواتنا وعلى الخوف. أنا لمن عم طالب بحريتي، ماني عم طالب بحريتي بس من النظام، لا، عم طالب بحريتي كأنثى كمرأة. يعني مو حرية مثل ما كتير بيصوروها والله أن المرأة تلبس قصير أو تطلع بلا حجاب، لا، مو هاي الحرية اللي بدي إياها. أنا بدي حرية تعبير عن الرأي، بدي حرية حقي ببناء أسرتي، بدي حرية بحريتي بالعمل اللي بكون أنا عم قوم فيه. هاي كتير حريات هاي مفقودة. نساء تنسيقية مدينة السلمية 29/8/2012. دعم اللاجئين في مدارس مدينة السلمية. ألا يا نوف قصي لاجي عيديك واحد
حبيب السرابي. أنا محمد وانت تعرفيني وعزمي يقطع الصم الصلابي. هيك بدنا وهيك صار. سوريا بلد الأحرار، سوريا بلد الأحرار. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمة والخلود لشهداء الوطن الأبرار والحرية لأسرانا. باسم الشعب السوري الحر العظيم نعلن عن تشكيل لواء شهداء مدينة السلمية كتائب الوحدة الوطنية التابعة للجيش السوري الحر، الذي يضم كل من كتيبة فوزي القاوقجي وكتيبة سوار الشماميس وكتيبة يوسف العظمي، وذلك للدفاع عن تراب الوطن الغالي وكرامة شعبنا وحقوق أفراده بغض النظر عن معتقده وانتمائه للجيش الحر. مدينة السلمية، جمع دعم الجيش الحر، 13/1/2012. المجتمع اللي فيه شوي من العبودية هذا بده يضل مجتمع متخلف. هذا أول شيء. فإذن أول شغلة بطلبها أنه المرأة هي اللي تقوم بالثورة قبل الرجل، والرجل يدعمها بثورتها هي. ثاني شيء بقول لهذا النظام أنه إذا حرقت البلد أنت ساقط ساقط. فيعني ولو بعد كل هالدمار اللي عملته يعني شو مستفاد؟ أنت بدك تروح، ما رح نتراجع بعد كل هذا الدمار وبعد كل هذا القتل وبعد كل هذا الدم اللي عبى سوريا أو اللي سال بشوارع سوريا، مستحيل بقى نقبل فيه. فأنا برأيي إنه خلص حاجة بقى بكفة ورحال، وإنه حب الثورة وحب الوطن لازم فوق أي حب عنا، وخصوصا بعد الشيء اللي عم يصير عنا بسوريا. دائما تقلنا حب الحرية وحب الوطن وحب الثورة لازم يكون أقوى وأكثر من أي حب العالم يعني. وأنا ودائما هي بتقلي دائما حب الوطن عندي أقل من حب أي شيء، حتى أولادها يعني، حتى نحن يعني، لأنه بالنهاية هو اللي حامينا، هو اللي إنه هو مأوانا الأخير، هو وطننا الغالي يعني. وأنا متأكدة إنه كل أم بتكون هيك عم تقول لأبنه. أنا متأكدة كل أم من النساء سلمية هيك بتكون عم تقول لأبنه، لأنه صدقا ما في حب بيعلى حب الوطن. كشف عنها نشطاء في مدينة سلمية بريف حماة عن أن النظام السوري يعد للانسحاب من تلك المدينة التي يسيطر عليها، وذلك بعد أن وصل تنظيم داعش إلى مشارفها. أهالي سلمية ذكروا أن الهدف من ذلك هو عقاب أهالي المدينة بسبب تأييد عدد منهم للثورة السورية والحراك السلمي، وبسبب امتناع معظم أهالي سلمية من إرسال أبنائهم للخدمة الإلزامية للقتال في صفوف النظام. هذا التخوف انتشر بشكل كبير. يا شعب ببيته مش آمن وحنن للحرية حنن، يا شعب ببيته مش آمن وكبار صغار منعرف انه يلي بيقتل شعبه خاين، وكبار صغار منعرف انه يلي بيقتل شعبه خاين. يا غير يا أما تغير يا خلي شعبك.